أني لخصتها لك. أعز جمع من أعز أيامات حياتي عديتهم في جمعيتي، جمعية مش مستير 15 سنة ولا 16 سنة راني يعني عديتهم. كما قلت لك رو ماش سهلة بك، هو كفير محلوب ونهايته خايبة. نهايته خايبة رو والله تمنيتها كجت نهاية بتاع الجمهور قال لك عاطف أخرج برا. أقصد ربي رانا إحنا أخويا يرحم والديك اللي أعطيته للجمعية، برا أقصد ربي على روحك. وقتها كل كيف كيف جوالات الكل كيف جوالات الكل اللي خرجت معنا، أما الفاسون اللي خرجت بها خايبة ما عجبتنيش ومش تقعد بوانوار. معنا مش تقعد بوانوار للنادي الإفريقي، الأشخاص خاطر الناس كل تمشي. أنا يمكن ونجموا معنا الأخيين حتى كان سمعوا الانترفيو نجموا يجاوبوا عليه، معنا هي حكاية دي جات عديت ومشات على روحها. السالير والبريم روندمون نفسه اللي قعدنا معنا اللي عديته بتاع ثلاثة سنين بتاع عامين التالي نفسه اللي هو موجود. لا تلبت لازت، لا نقول نقصت لازت، وديجا انا مازلت ما حكيتش فيه، خلوا الشيخ وهكا وهكا. قلت لهم سي بون، الحاجه اللي ما تفهمنيش فيها هي التنقيس. فما مونطون هم يحبوني ينقصوا، انا ما نحبش نقص المونطون هذاك وحقي. انا كي نصبر معك ثلاث سنين تجي انت من بعد تضربني في برشا فلوس، ربي ما قالش هذاك تعبي يعني. والله اكثر اني اكثر من اكثر الناس، مش نقولش اكثر واحد، من اكثر الناس اللي ضحيت مع النادي الافريقي، من اكثر الناس اللي انا وقت ضربت 2018 نسيت برشا فلوس النادي الافريقي، اخذت اقل واحد اللي انا وقتها نورمالمون ناخذ فلوسي على معناها حتى امور انسانيه، وشوف ضربتي وشوف اسكو انا نرجع ما نرجعش، خاطر ما تعرفش على روحك وقت ترجع ما ترجعش. بيان سور توفي كارير، وديجا تنجم ترجع للطبيب شنو قال، معناها هيك عائلتي موجوده والناس اللي موجوده، شنو قال لي الطبيب؟ قال لي ستوب تقف غاديك، ربي كتب لك عمر جديد يزي، ربي حبك خويا الله اعلم عامل الخير في حياتك مرضي والديك يزي ستوب. وتنجم تحكي حتى مع سي محسن ترابيزي تفسر لك. من بعد انا كي جاو اقل واحد اخذت فيه فلوسي، وعندي حكم على وقتها، عندي حكم اللي انا ماخذ فلوسي واخذت اقل واحد. ما هذا مش تضحيه، مضحي اكثر من اللي مضحي. وكل عام لو كل عام انا جيت حاسب نقص في هذيك ونقص، وما نحلش فمي وما نتكلمش. اما وقت نشوف بناتك قاعدين يكبروا نهار اخر حتى واحد راه مش يعطيك، راكي مش تدق الباب على واحد تقول له راه بنتي حاجتها ولا راني، يقول لك ربي معك، حتى واحد ما يخزر لك. انا ما قلتش ما نقصش، اما بالمعقول، فما حاجات معقوله، فما حاجات بالمخ تقبلها. انا راه تعيش في بريسيون، تعيش في ستريس، تتسب ومضحي. على الاقل في الاخر نقول انا كي مضحي بهذوما الكل نلقى حاجه، مش تجي تضربني في اكثر. وذاك اللي صار، ما احنا ما تفهمناش، نقول انا وياك ما تفهمناش في الوقت هذاك، ما تعودش تكلمني. انت ماك حاجتك بالجارديان نتاعك ولا في اي جمعيه تصير، تقعد معاه المره الاولى ما تفهموش، تقعد معاه المره الثانيه تفهموا ولا المره الثالثه. صارت هذيك، صارت المره الاولى ومن بعد ما قابلت حتى مسؤول. حتى تليفون. فما شكون وصلت كلمته انا نكلم فيه في التليفون وانا نقابل فيه كيف كان، نشوف فيه هك، شاف التليفون نتاعو وحط تليفونه في جيبه. شاف نمروي انا على تليفونه وحط تليفونه في جيبه. نخزر له. هو قدام باب البارك وانا في وين البوتيك. داخل باش ناخذ ماريو. معناها مكلم وانا وقتها معناها انا وليت نتكلم مش نسال على وضعيتي شنو، ونقول لا نقصد ربي على روح. معناها ماهيش الحكايه مني انا، راهي الحكايه ما عمرها ما كانت مني انا. انا تمنيت هجيك خويا بلغتنا نحن برجله يجي يقول لك يا بشرك ما عادش في المنظومه نتاعي، راك سنابش ماكش معايا. وهذا اللي صار. قطيع على الاخرانيه هذيك اخر تليفون، بعد تكلمت مع واحد حبش نجبد الاسامي، انا كلمته في التليفون قال لي مشكلتك ماشي معايا ومشكلتك مع الرئيس. مشكلتك ماشي معايا، قال لي تعرفني، قال لي من الاول معناها ميساج تو موجود عندي راه في الواتساب. مشكلتك قال لي تعرفني فنيا شنو مقيمك، قال لي من بعد مشكلتك راهي مع الرئيس مش مشكلتك معايا. الرئيس انا نكلمه ما يهزش، يا اخي باش نقعد نجري وراك، انا باش نقعد معك وفين المكتوب وفين المكتوب. انا ما كلمني حد. فما عروض وقتها انا جاتني من السعوديه، اربع عروض من السعوديه، كل واحد يهز تليفوني يكلمني، وانا الاخر وقت
ما نحبش نخرج، نحب نقعد في جمعيتي ونقول ليه راه مش عطيني وقت ليه ديريكت. وهذيك اكثر حاجه ندمت عليها. في مخك كنت تكلم في مخي باش كامل في الكلوب، انا فهم سامحني ما عديت اللي خايب، ما عديت رتور به وقت اللي الناس كلها تعرف ظروف الكلوب والمشاكل اللي صارت في الكلوب والجروب انفرت وعباد داخله بعضها. بعد عملنا رتور به وصلت فينا، وصلت معناها كملت سيزون تاعي به باش نعدي باش نرجع للاساس نرجع لجمعيتي. فمش علاش بتخرج يكلموني جام كلمني معنا ديزاجون كلموكم سعودية عاطفة يا جماعة هذه. أنا ما نقولش اللي أعطيني وقت قل لي. وأكثر حاجة ندمت عليه خاطرني بعد هذيك لا عديت ست أشهر بطل اللي أنا أعطيت الأولوية لجمعيتي بعد بلغة أخرى رماوك مثلا معناها 15 سنة جيت مريض 15 سنة دمك كأنك حطيتهم في ورقة في الماء وطيشتهم. هذاك اللي وفاء كيما قلت انا كتاب النادي الافريقي كتاب سكرته وحطيته في الخزانة. ما تعرفش عن المكتوب، ما تعرفش عن المكتوب. هذيك دارنا لو كنا حكيك دارنا راهي دارنا معناها. انا كي ناخذ في خاطري ما ناخذش خاطري من النادي الافريقي خاطر شو مدخلها النادي الافريقي؟ فهم مسؤولين اللي هم فما اللي يمثل النادي الافريقي فما ما نجمش يكون يمثل النادي الافريقي خاطر النادي الافريقي رزين عليها. بالنسبة لي أنا مش الكل تعرف النادي الافريقي شكون يمثل؟ يمثلها كان جمهور، الباقي الكل يمشي ويجي على يمشي. أخي أنا هاني مشيت على روح، وسام يحيى عدى عام ومشى على الأسعد الله يرحمه وتوفى، وسام السلام يمشي عدتوق في الناس كلنا مشي. شكون قاعد في النادي الافريقي؟ فمش مسؤول دوم في النادي الافريقي سي شريف الله يرحمه. الناس كلها مشيت، الناس الكل باش تمشي، وشكون قعد؟ باش يقعد هكا الشعار وتقعد يقعد جمهور. معناها هذه جمهور ما يدومش لو في الجمعية. اما اقل حاجة انك تحترمه، اقل حاجة. فما حاجة انا السنة رجعت قابلت مسؤول من نادي الفريق على اساس نرجع نترينا نشد الفورمة مع جمعيتي وتصير في اي جمعية يظهر في فمش في الاتوال. فما جوارات تجي تبدا تلعب البرا يجي يعمل بريباراسيون مع جمعيته حتى يرجع على روح. والله 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 قال لي تو نكلمك. قبلته فاس وصافا لاباس وشنو الامور. قلت انا نحب نجي نعمل بريباراسيون مع جمعيتي حتى على اساس انا راجع للسعوديه راجع نادي العين حتى نشد فورمه شوي وكي تمشي وانتو مستاجك ها وربي معاك. قال لي روعدنا ستة قول لما تو نكلمك. وياليتني ما حكيت معاه وياليتني ما كلمته خاطر من بار رجع لك ومن قال لي تو نحكي مع مارشون ساعة تو نحكي مع مارشون ومارشون تو يجاوبني. لا حكي مع مارشون ولا جاوبني انا. يا اخي سامحني يا اخي انا قلت لك جاي باش نفك بلاصه فلان جاي باش نترينا في دارنا في جمعيتي اللي انا كان ممكن كان طلبتها من اي جمعيه في تونس من اي جمعيه لو نحكي على روحي من اي جمعيه في تونس نقول لهم جاي باش نعمل معاكم بريباراسيون راهي خاطر جمعيه نادي العين مازالت ما بداتش البريباراسيون بتاعها راه نحب نبدا البريباراسيون معاكم باش كي نمشي نلقى روحي حاضر. اي جمعيه في تونس تقبل نقول لك خويا مرحبا بي. وجمعيتي اللي كبرت فيها من رجع لي بالتليفون ويقول لك اجا ترين على روحك حقهم باش يتعب ما تلقى حتى جمهور في تونس راه يدفع لك فلوس هكاك. راي من نهار صارت الأزمة في النادي الأفريقي وجمهور يدفع يدز أعطي إيه الوقت إيش أنت دي جاءت ونحي كل شيء هيك تشوف الدنيا كيفاش ولا اسكو اليوم الجمهور ينجم يدفع يا ربي شي وكر صغار ولا ياكل هو تعب الجمهور يزي جاء وقت اللي استحقيته كان موجود معاك ما نقولش 100% كان معاك موجود 3000% عباد وقتها نحات قوت صغارها ونحات فلوس اللي يخدموا بها عباد تخدم بالنهار وربي يعلم بها ودفعت الفلوس انك هاو ما ينيز الوقت اللي قديه بشوق الجمهور يدفع كيه انك هاو يتعب معنا يزي مانيش نحكي على حتى جارديان في النادي الافريقي حكم كلهم اخواتي وكلهم اصحابي اول حاجه اما لو مسكين جارديان في النادي الافريقي البريسيون ولو عندك الحق علاش يقول لك بريسيون على خاطر انت ارجع تاريخ النادي الافريقي شوف الحراس اللي فيه عتوك
مختار النايل وبكر الزيتوني عادل الهمام صديح الفاسي حسين بن عثمان انا ما نحبش ننسى معنا برشا 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 اسامي كبيره خالد المغزاوي برشا 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 عندهم الحق يقول لك انا خويا نحب معناها مدرسه نتاع حراس يحب يقول لك انا خويا نحب ما نحكيش عن الجارديان تاعي معناها احنا مدرسه نتاع حراس نحب ديما الجارديان تاعي ديما موجود جمهور الكليب اكثر جمعيه فيها بريسيون يقول لك جمعيه فيها بريسيون على جمعيه فيها بريسيون ما عندك حتى فكره يا انت بشكون قد البريسيون هذاك وتحمل خاطر جمهور نادي الافريقي كنت تعدي ماتش شويه باهين راكي تخرج في الكياس تكون معلم ما عرفش شكون والله العظيم يحطك راه يطلعك للسماء اما راك نهار اللي تغلط راه مش من اول غلطه راه بشي خاطر انا غلطت من اول غلطه وغلطت في مغرب الفاسي ماتش المغرب الفاسي اللي ما كنتش باش نلعبه وانا هبطت في اخر وقت وغلطت في الماتش هذاك كي مشينا الباب جديد اقسم بالله الجمهور وانا غلط قاعد في اخر الكار الجمهور يعيط خابطوا لنا عاطف راهو اللي صار صار غلطت سبحان الله معناها مش انت من اول غلطه راهو بشي اما كي باش تكثر 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 وقتها من يهبطلك للسماء يهبطك للسافلين ما عادش يخزر لك جمله وما عادش يحسبك جمله معناها انت جارديان راك باش تكون غاديك عارف روحك على شنو نعم يا تكون عندك قوة شخصية يا شوف جمعية أخرى وراك تعدي 15 سنة في الكلوب ومن بعد يفهم فرش عباد يجي ساعات يقول لك تخاف راك متعدي أكيد يكون عدى 15 سنة في الكلوب مش بالساهل تعدي 15 سنة ما لعبتهمش وكيل الكل أما كنت موجود وقت سحقتني جمعية موجود 3 سنين الأخرى الأخرانين موجود معناها فما عباد وصلت خرق يقول لك ليه يخاف اللي يخاف ما يرجعش من بعد ضربتي انا من بعد الضربه هذيك اللي يخاف يبطل هالكور انا مشيت شفت حاجه اخرى عملتها حليت مشروع ولي قلت اموري اما انا حاجه نحبها صحيح ما خديتش فرصتي في الكيب ناسيونال ولا يوم من هذا نحب نعرف علاش قطر انا من الكادي للاولمبيك انا قاعد نلعب بعد ما خديتش فرصتي لعبنا ما فهمتش علاش حتى كمشيت معناها مع ليكيب ناسيونال سينيور جاو جارديانات من بعدي ولعبوا وانا ما باخذت فرصه ما فهمتش علاش نقطه استفهام كبيره نجم تكون شوا نتاع انترونور زاد شو هم تانترنر هو بالك شيء يكون انترنر مش مقتنع بيك بش تكون أنت برمي جارديان ولا بش يعطيك فرصتك تلا ما عطيني فرصتي كان أنا ما استغليتهاش وقتها عندك الحق تتكلم بعدين بالبولي جاء فاروق عدى مشوة باهين معنى حتى واحد من شكها مؤز كيف عدى مشوة باهين أما كل واحد أخذ فرصته نس كل أخذت فرصة علش أنا ما أخذتش فرصتي ما أعرفش أنا ديما نقول بحسن نية خليها بحسنية شوف مازال فما فرصة للسيد كنتي قاعد في ساتونيزيا فما شامبيونا فما موجود في جمعية كبيرة أنا ونستنى في فرصتي كيف الناس الكل وحقي باش نحلم باش نمشي لكوب دو مون حق أي جارديان وحق أي جوار باش يحلم باش يمشي لكوب دو مون أنت حقك أنا حتى واحد نحكم فيا نحلم وأنت شوا نتاعك من بعد ديك حاجة أخرى أنا حقي نحلم باش نمشي لكوب دو مون باش نمشي نلعب في أكبر جمعية انا اموري هذيك اما من بعد فما تيران فما شوا وفما برشا حاجات اخرى كان كاتب ربي سبحانه كاتب لك باش تمشي هذيك تمشي اي واحد يفرح بها وتقعد له في كاريره مش كاتب تقعد تخدم على روحك في جمعيتك وما حتى مشكل حبيت نوضح هذيك الموضوع معناها اللي صار عم ناول جمهور التو الى يومنا هذا ناس واقفه معايا ناس تحبني ناس لقيت منها كان الاحترام أنا ما سمعتش منهم كلمة أعوذ بالله من أول نهار دخلت فيه للبارك حتى كي صارت الحكاية متاع عم ناول أنا نوعدكم معناها وعد مني اللي استاد بقدرة ربي العوام اللي تعداو هذوك مشاو على أرواحهم إن شاء الله استاد باش تبدا في مرحلة جديدة كيما تفهمنا معناها بقدرة ربي الجروب كامل باش نكونوا في مرحلة البلاي أوف إن شاء الله ومن بعد كيما حكيت لك لكل حد حديث من بعد تو كل واحد مش وقته خاطر تو حاجة بركة نحب نطلب من جمهور الملعب التونسي إني كل
مباراة في باردو لازم الجمهور يكون أكثر. خاطر أنت ريت ماتش ملعب ماتش حمام سوسة الأخراني جمهور دز جمهور جاء جمهور دز لآخر دقيقة وذاك شنو صار الملعب التونسي ربح. ان شاء الله ربي نوعدكم ان شاء الله كي باسمي وباسم اصحابي ان شاء الله نعديو سيزون باهيه وان شاء الله ربي معنا الناس الكل اليد في اليد الناس الكل وربي يوفقنا. بالنسبه للنادي الافريقي ما فيش نقول الجمهور معناها اصبر جمهور صبر وقد ما تقول له اصبر قاعد يصبر والله مع ساعات ما نجم نقولهم حتى شيء أنا إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله أنا ما الله يحق واحد ساعات ما الكلام ما تلقاهوش باش تحكيه والله هذيك جمعيتي وهذيك دارنا تربيت فيها إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله اللي صاير قاعد يصير معناه اللي قاعد يصير توا إن شاء الله مرحلة وتتعدى على روحها والكلوب ترجع لبلاصتها إن شاء الله.